بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ اهلا بيكم في كبسوله جديده من كبسولات عرب الكتريكال انجينيرز كوميونتي. ان شاء الله الكبسوله بتاعت النهارده هنتكلم فيها على الفورمز اللي انا بقدم بيها طلب الاعتماد للاستشاري، وايه هي مكوناتها وايه هي احتمالات الردود عليها. طبعا قبل ما نبتدي لازم نكون متفقين ان كل مشروع بيكون ليه الفورم بتاعته، بيكون الاستشاري مع المالك متفقين على فورم معينه بيتم تسليمها للمقاول في اول المشروع في بدايه المشروع، بحيث ان هو اي سبميتال يبعتها الاستشاري يكون ملتزم بالفورم دي او بالفورم بالنموذج ده لكل انواع السبميتالز بقى. فهي مش ثابته، السامبلز اللي انا هوريها لكم دي خاصه باحد المشاريع، بس مش شرط ان تلاقيها في كل المشاريع بنفس الشكل، لكن المكونات الرئيسيه اللي فيها هتلاقيها ثابته. طيب، اول حاجه هنا بيتحط هنا اسم المشروع، هنا بيتحط بقى اللوجوز بتاعت او الشعارات بتاعت شركة المقاولات والاستشاري والمالك وهكذا. الفورم دي مبدئيا يا شباب بتاعت الماتيريال سبميتر اللي هي الام اس اف، ماتيريال سبميتر فورم اللي هي طلب اعتماد الخامات، هي نفس الموضوع بالنسبة لي في الشوب دروينج، نفس الموضوع نفس الشكل ده بالظبط، بس بدل ما هي ام اس اف هتبقى اس دي شوب دروينج. لو هي رسومات كما تم تنفيذها على الطبيعة أو الأس بيلت هتبقى اي بي. ده بس في بداية الايه، بداية توصيف الترانسميتال. الترانسميتال ده يا شباب اللي هو التسلسل بتاع السبميتالز بتاعتي، لازم يكون فيه ترقيم عشان يعني كل سبميتال يكون ليه الرقم بتاعه عشان يقدر يتعمل اركايف للفايلز دي عند الدي سي او الدوكيمنت كنترولر، بحيث ان يبقى عارف ان الترانسميتر رقم واحد ده مثلا خاص بكذا، وترانسميتر رقم اتنين خاص بكذا وهكذا. تمام، زي ما اتفقنا هنا اسم المشروع بيتحط هنا اللوجوز بتاعت الاونر والمقاول والاستشاري. هنا بيتحط الديسبلين او القسم ايه، كهرباء ارك اليك او ارك او سيفل او ميكانيك ايا كان. هنا الباكج بتاع المشروع، دي مش شرط تكون موجودة في كل المشاريع بتاعتنا. هنا بتقول السبميتال ده هيروح لمين، فطبعا كده هو رايح للسي اس او الاستشاري يعني كونسلتنت سايت اوفيس، هيتم مراجعتها من مهندس الاشراف على التنفيذ في الموقع. كونسلتنت هنا ممكن احط اسم الاستشاري. زي ما حضرتك شايفين كده بقى، هنا السبميتال ده ممكن يكون رايح فور ابروفال، يعني انا بعته للاستشاري عشان يعتمدهولي، وممكن اكون بعته للاستشاري فور انفورميشن. فور انفورميشن يعني المعلوميه. طب ايه فايده المعلومه، ايه الفرق بين الاثنين؟ الابروفال ده يا شباب ان انا بقدمها للاستشاري، الاستشاري هيراجع عليها وبعد كده هيدي احتمال من الاربع احتمالات دي. تمام، الاحتمال الاولاني ان هو يديها كود ايه، يعني ابروفد، ابروفد يعني ما عليهاش اي ملاحظه، هي كده معتمده 100% ما فيهاش مشاكل. تاني احتمال اللي هو البي اللي هو approved as noted، يعني هي معتمدة ولكن بملاحظات ويجب على المقاول ان هو يتلافاها قبل ما ينفذ اي حاجة. تالت احتمال هو سي اللي هو noted but noted for resubmittal، يعني لازم هيبقى فيه كومنتات او فيه نوتس لازم المقاول يتداركها ويقدم السبميتال من اول وجديد، يعني السبميتال لم يعتمد لازم يتقدم من اول وجديد بعد تدارك الملاحظات اللي الاستشاري كاتبها. طبعا اخر احتمال هو دي نوت ابروف، ده يعني معنى كده اول لما الاستشاري يديك دي يعني معنى كده ان السبميتال ده غلط، يعني في خطأ كارثي ما تقدموش تاني، لازم تغير السبميتال برمته. تمام، ففور انفورميشن دي ايه فايدتها يا شباب؟ لو انا عندي مثلا دي كيس حصلت معايا عندي في احد المشاريع اللي انا فيها، لو انا عندي مثلا مشروع فيه اتنين استشاريين، كل استشاري مختص بسكوب معين او بجزء معين من المشروع، فوارد ان انا اعتمد طبعا كل طبعا التو سكوبس او الجزئين بتوع المشروع دول نفس السبيسيفيكيشنز ونفس كل حاجه، فانا ممكن اعتمد الماتيريال او اعتمد بالذات في الماتيريال ممكن اعتمدها من استشاري وابعت الاعتماد للاستشاري التاني ده فور انفورميشن، يعني انا احط له الكفر، هعدل هنا الكفر احط كفر زي ما هو، وهحط الكفر بتاع الاعتماد بتاع الاستشاري التاني بحيث ان اقول له خلي بالك انا الاستشاري التاني اعتمد نفس الحاجة دي اعتمدها لي، فانا ببقى بعرفك بس ان انا هشتغل بيها تاني. فور انفورميشن لو انا عندي اتنين
استشاري في المشروع، كل استشاري مختص بجزء معين. بدل ما انا اعتمد الماتيريال من الاستشاري ده، بعد كده اعتمدها من الاستشاري ده، لا انا ممكن اعتمدها من استشاري واحد وابعت الاعتماد ده للاستشاري التاني فور انفورميشن، اللي هو بعرفه ان انا اعتمدتها من الاستشاري التاني، بناء عليه ما بديلوش احتمال ان هو يرد يقول لي معتمد ولا لا، لا انا بقول له انا اعتمدتها خلاص من الاستشاري التاني هشتغل بيها. تمام. طبعا هنا بيتحط مثلا السبيسيفيكيشن، الرقم بتاع السبيسيفيكيشن بتاع الايتم نفسه. طبعا احنا عارفين ان احنا المواصفات بتاعه الكهرباء بتاعتنا يا اما ديفيجن 16 يا اما 26 طبقا للكود الجديد. هنا ممكن يتحط الايتم نمبر، ويتحط هنا الوصف، مثلا هنحط مثلا بي في سي كوندويتس يعني المواسير على سبيل المثال. بيتحط الماركة، مثلا هنقول بيت الهندسة مثلا. على سبيل المثال ام دي دي يعني مانيفاكتشر داتا، يتحط فيها الكتالوجات وكل حاجة. بس هنا السبميتال رقم واحد. الاكشن بقى هنا الاستشاري، يا اما يحط ايه يا بي يا سي دي، هنا هيرد عليا بالاكشن. هنا طبعا هنا بيتحط التاريخ بتاع السبميتال، انا هقدمه يوم كام. تمام. طبعا الحاجات دي اللي بيملاها دي الدوكيمنت كنترولر، تمام، اللي هو الدي سي بتاع شركة المقاولات. هنا المقاول بيمضي على الكفر، وهنا الاستشاري بيمضي على الاكشن بتاعه وتاريخ الرد بتاعه امتى. هنا الجزء ده لو انا عندي الاستشاري بقى عنده ملاحظات، سواء كانت في كود بي او سي او دي، وبيحطها هنا بيكتبها هنا. تمام. بس هنا بيمضي الريزيدنت انجينير اللي هو الار اي بتاع الاستشاري، وهنا بيمضي المقاول ان هو استلم الشغل بتاريخ وتاريخ. ده كده على سبيل المثال ال MSF. نفس الموضوع بيبقى زي ما اتفقنا الشوب دروينج، بس بدل ال MSF هيبقى SD، ولو اس بيلت هيبقى AB. تمام يا شباب. طيب ده كده الفورم الاولاني. الفورم التاني ده اللي هي الانسبكشن ريكويست او الاي ار، طلب استلام اعمال، ده اللي بيقدمها مهندس السايت عشان مهندس الاستشاري الاشراف على التنفيذ يقدر يستلم الشغل. هنا بيتحط اللوجوز بقى بتاعة المشروع، بيتحط هنا اسم المقاول والمشروع اسمه ايه والتاريخ بتاع الاي ار والرقم الاي ار كام والريفيجن. الريفيجن ده يا شباب خلي بالكوش، الريفيجن ده احنا بنبتدي اي مشروع بريفيجن زيرو اللي هو اول سبميتال. لو انا السبميتال الاولاني ريفيجن زيرو ده لم يعتمد، تمام، بقدم ريفيجن 1، ريفيجن 1 لم يعتمد بقدم ريفيجن 2 وهكذا لحد ما السبميتال بتاعي يعتمد. نفس الموضوع في الاي ارات او في الانسبكشن ريكويست. هنا تو هيتحط اسم الاستشاري، يتحط التاريخ واللوكيشن بتاع الجزء اللي انا هسلمه. هنا بحط الريفرنس بتاع الشوب دروينج اللي هو اسم اللوحة او رقم اللوحة اللي انا بناء عليها عملت نفذت الشغل. بيتحط هنا الساعة، لان طبعا الاي ارات او الانسبكشن ريكويست في معظم العقود بيكون مدتها مثلا 24 ساعة بس، لازم الاستشاري يكون عمل انسبكشن او عمل فحص للشغل ده خلال 24 ساعة عشان ما يعطلش الشغل. ولو عدى اكتر من 24 ساعة من حق المقاول يعمل كليم، يشتكي يعني، ياخد الفرق بتاع المدة دي ياخدها زيادة على العقد بتاعه. تمام. الاي دي هنا تحت مثلا الاكتيفيتي دي طبق يعني من قسم ايه، الك ولا ارك ولا سيفل ولا ميك ايا كان. هنا بيتحط بقى اتاتشمنت مع الاي ارت، الاي ارات الميثود اوف ستيتمنت اللي هي طريقه تنفيذ الاعمال، فطبعا لازم تكون معتمده. يعني انا قبل ما ابتدي انفذ الشغل واخلي الاستشاري يستلم، لازم اكون معتمد حاجه اسمها الميثود اوف ستيتمنت. حتى الميثود اوف ستيتمنت دي اللي هي طريقه تنفيذ الاعمال، فانا مش هينفع انفذ الشغل غير ما يكون الاستشاري اوريدي معتمد ازاي هشتغل. فدي بيتم اعتمادها في اول مشروع خالص، ميثود اوف ستيتمنت اللي بيقدمها مهندس الكواليتي كنترول كيو سي. الاي تي بي اللي هي انسبكشن تيستنج، انسبكشن تيستنج بلان دي اللي هي لو انا عندي اختبارات، انا ببقى برضو معتمدها من الاستشاري ان انا عندي الاي تي بي لاي ايتم عندي ازاي الاستشاري هيتم اختباره.
اختبار الايتم ده، برضو هحط له هنا رقم السبميتال المعتمد، والتشيك ليست بتاعه الاستلام، وتست ريبورت، ولو في ار اف اي ولا حاجه غيرت في الشغل بتاع الشوب درونج بتاعي. هنا بتحط الديسكريبشن، ايه وصف الحاجه اللي الاستشاري هينزل يستلمها. مثلا هنقول مثلا تشيك انستليشن مثلا اوف فيرست فيكس، فيرست فيكس اللي هي يعني المواسير اوف لايتنج سيستم، مثلا نقول اد جراوند فلور مثلا كده. انا عملت وصف للايه للاي ار بتاعي. بس هنا بيمضي المهندس الكهرباء تمام، وهنا بيمضي مهندس الكواليتي كنترول، وهنا مدير المشروع بتاع المقاول، وهنا المهندس بتاع الكهرباء برضو اللي هو المهندس الموقع تمام. هنا الاستشاري بيمضي بتاريخ الاستلام بتاع الاي ار، ويكتب الساعة زي ما اتفقنا عشان قصة 24 ساعة دي، وهنا الامضة بتاعة الاستشاري، وهنا يحط الاكشن بتاعه. ففي 3 احتمالات، اللي هي كود ايه اللي هي معتمد بدون اي ملاحظات، كود بي ده معتمد بملاحظات ويجب ان المقاول يتلافاها عشان يعني يتلافاها بعدين بس لا تعوق التنفيذ او لا تعوق ان الاستلام. الكود سي ده يعني كده مرفوض، لازم يتعمل ريفيجن تاني، لازم يتقدم اي ار تاني بعد تلافي الملاحظات اللي الاستشاري هيكتبها هنا تمام. هنا امضة الاستشاري والتاريخ، هنا تاريخ الاستلام بتاع المقاول الساعة كام، وهنا بيمضي ممثل المقاول اللي هو مثلا الدي سي اللي هو الدوكمنت كنترول تمام. خلينا نشوف فورم تانية كده سريعا، دي كده اخر فورم هنبص عليها. هنا الماتيريال انسبكشن ريبورت الام اي ار، الام اي ار ده اللي هو طلب استلام خامات. طبعا الام اي ار ده لما انا دلوقتي مهندس المكتب الفني عمل حصر بالخامات وطلبها وجات للموقع، لازم الاستشاري يستلمها، ما ينفعش المقاول ينفذ اي شغل من غير ما يكون الاستشاري اعتمد الخامة دي كخامة وصلت الموقع او دخلت المخزن. ولو حق من حق الاستشاري لو راح المخزن ولقى خامات غير معتمدة ان هو يخرجها بره المشروع، وممكن يعمل استبعاد للمهندس المقاول كمان تمام. فهنا يتحط الديسكريبشن بتاع الماتيريال نفسها هي عبارة عن ايه، هنا بيتحط السيريال بتاع الام اي ار. طبعا زي ما اتفقنا كل ام اي ار بيكون ليه رقم عشان الاركايف، عشان نعرف نعمل ارشيف. التاريخ بتاع الام اي ار امتى، اسم المشروع، اسم المقاول، رقم الترانسميتال كام، الترانسميتال ده بيكون سيريال خاص بشركة المقاولات نفسها، السبيسيفيكيشن بتاعة البند ده ايه طبقا للمواصفات بتاعة المشروع. هنا بيتحط بقى ايه هي الخامات وعددها كام تمام، وايه هي السيرتيفيكيتس او ايه هو الورق اللي جه مع الماتيريال دي. فممكن يجي معاها سيرتيفيكيتس بتاعه التيستينج، ممكن يجي فيها الباكينج ليست اللي هي لو هي جايه مثلا من بره من الجمرك بيبقى بتبقى جايه في باكينج ليست، بيرشيز اوردر لو في امر شراء او طلب شراء، انفويس ستامب يعني لو في فاتوره، ايا كان ايه كل الدوكيومنتس اللي هي تم تسليم بيها الخامات دي تمام. الاستشاري هنا بيحط الكومنتات بتاعته تمام، وبيحط هنا الكود بتاعه اللي هي لو كانت A او B A آه سوري A او B او A او D مفيش C، يعني لازم يكون الماتيريال دي يا يعني معتمدة او معتمدة بملاحظات، الام اي ار ده معتمد او معتمد بملاحظات، يا اما دي يا اما مرفوض من الاساس تمام. بس كده معظم الفورمز اللي احنا بنستخدمها كمهندسين مكتب فني وسايت. ارجو تكون الكبسولة كانت مفيدة لحضراتكم. طبعا في كبسولات تانية خاصة مثلا بالسناجنج او بال outstanding work او كده، بس دي حاجات more advanced. انا بس قلت اديكوا بريف عن الفورمز اللي احنا هنستخدمها او معظم الناس هتحتك بيها. شكرا لحسن متابعتكم، مستنونا في كبسولة جاية ان شاء الله. شكرا.